التقرير اللي بعده راح أراويكم تقرير أحلى عصير قصب. صح؟ قصب؟ قصب أحلى عصير قصب بس أثيوبي. شلون أحلى قصير عصب أثيوبي؟ قصب أثيوبي مو مصدقني. هذا مصنع حديث بالكويت سووا مصنع عصير، واللي تسوي العصير أثيوبية. تشوفونها عطني أفضل وأحلى مطعم أو محل عصائر يسوي عصير قصب أثيوبي، عطوني المطعم. هذا محل مال قصب سكر، طالعوا يشتغلون، هذه أثيوبية تشتغل، هذا بالمحل مال قصب السكر تبارك الرحمن، طالعوا أرضيته شلون؟ طالعوا أرضيته، طالعوا الشغل على الماكينة نفسها ليش؟ إيه هذا محل مال قصب سكر عصاير، يعني يدشون ياكلون ويجون يشربون عصير يعني. أنا عارف يا مخرج هوا، يعني هالمطعم الحديث عصير قصب السكر بأيادي أثيوبية، يا فرحتنا. ذمتكم هذا فيه رخصة صحية؟ لو المشكلة أن أكثر الوافدين يعرفون هالمحل، لا تعليق. ومنا إلى